والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أنا أم التلميذ مروش عبد الباسط من متوسطة الشهيدة عامر ديس بلدية العفرون ولاية البليدة. لي الفضل أن ولدي تكرم اليوم في من طرف والي ولاية البليدة على حصوله على المرتبة الأولى في فئة ذوي الهمم لحصوله على معدل 18.23، وشرف ولدي بلدية العفرون. اليوم ولدي راهو غايب، راهو عند السيد رئيس الجمهورية بتكريم خاص عند السيد رئيس الجمهورية. أنا فخورة جدا بالابن تاعي مروش عبد الباسط اللي شرفني وشرف العائلة تاعو وشرف كامل بلدية العفرون وشرف ولاية البليدة. والشكر الجزيل لكل من ساهم وساعد هذه الفئة في نجاحها، وشكرا. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.